يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن annotation وكل حاجة تمام، مفيش أي مشكلة، وكنا بنتكلم على validation وكل حاجة تمام. هنتكلم عن حاجة advanced validation، يعني ال validation اللي احنا شغالين عليه. عاوزين نتكلم على حاجة advanced شوية، اللي هي مش فاهم احنا عاوزين احنا نكريت ال validation بتاعنا. يعني ايه نكريت ال validation بتاعنا؟ يعني انا عاوز انا اللي كريت الانوتيشن الخاصه بالفاليديشن. يعني مش فاهم برضه، هو انت دلوقتي لما كنت مثلا عاوز تعمل حاجه ريكوايرد، مش كنت بتحط ات نوت نال وتدي له مسج ريكوايرد، صح ولا غلط؟ صح. انا عاوز انا اللي كريت الايه الانوتيشن ديت، وادي لها اسم وادي لها المسج وكل حاجه انا اللي اعملها. طبعا دي حاجه ادفانسد فان في الفاليديشن. فتعالوا مع بعض نشوف ازاي هنقدر نعملها. وعشان برضو الكلام ما يكونش كتير، احنا هنعمل اكزامبل ونطبق عليه. اول حاجه بيقول لك لو انت عندك الكود بتاعك، عندك اتريبيوت اسم كود برايفت انت كود مثلا، تمام، وانت عاوز الكود ده ما ينفعش يدخل له غير بلس 02، يعني الفاليو بتاعت الكود. طبعا خلي دي سترينج طبعا، تمام، ديت انا اسف هتبقى string مش انت. جميل اهو، تمام. اذا برايفت string كود، تمام، الكود ده ما بياخدش غير ايه بلس 02. جميل جدا، تمام. بيقول لك لو اليوزر دخل حاجه غير بلس 02 اعرض له ايه مسج، بيقول له ايه invalid code. سهله وبسيطه. اكزامبل، عندي اتريبيوت اسم كود ما بياخدش غير بلس 02، تمام، لو دخل حاجه غير ديت اقول له ايه انفاليد كود. جميل، مفيش مشكله. عندك هنكريت الايه، هنكريت الانوتيشن بتاعتنا، هنسميها مثلا انفرتاي كود، اي اسم انت حابه اكتبه، تمام. طبعا ديت مش موجوده عندك في السبرينج خالص، ده انت اللي هتكريتها. هنشوف ازاي هنكريتها، تمام. فبتعمل ايه، اسم الانوتيشن بتاعتنا هتبقى ايه فيرتاي كود، اي اسم زي ما قلت لك اكتبه، عاوز تكتب كود، عاوز تكتب فيرتاي لوحدها، اي اسم، تمام. طبعا دي برضو هتبقى ايه، هتبقى ان سترينج، تمام. بعد كده واحد يقول لي في الاول المفروض فيرتاي كود ادي له فاليو بتاعتها والمسج انفاليد كود، مش المفروض الفاليو هتكون ديت والمسج انفاليد كود؟ هقول لك ما هي ديت اللي هي الفاليو بلس 02 والمسج انفاليد كود، هي دي بقى اللي هنهندلها في الانوتيشن بتاعتنا. احنا الانوتيشن بتاعتنا هنحطها ادفيرتاي كود على الايه؟ على الاتريبيوت بتاعتنا. حلو حلو، مجرد ما احطها كده هي تعمل وتبدا تشتغل وتعمل الفاليديشن بتاعتها. عشان ممكن واحد يقول لك ايه؟ انا لازم احط الفاليو بلس 02، تمام، والمسج انفاليد كود لازم احطها، مش موجوده ليه؟ هقول لك دول هتعرف كمان شويه ازاي هتحطهم. جميل، بس هي الانوتيشن بتاعتنا اسمها ادفيرتاي كود من غير ايه اقواس خالص. جميل، تمام. طبعا دي برضو سترينج، انا اسف على الغلط بتاعت الانت دي، تمام. لغايه دلوقتي تمام، مفيش مشكله، تمام. بيقول لك انت هتكريت الانوتيشن بتاعتك اللي هي فيرتاي كود، تمام، وديت تمام مفيش مشكله. احنا قلنا ديت احنا هنهندلها وهنشوف ازاي هنهندلها كمان شويه، تمام. اول حاجه عشان تكريت الانوتيشن بتاعتنا، يعني الانوتيشن ديت اللي هي اسمها فيرتاي كود، عشان تكريتها نكريت ايه الاسم بس، اللي هو الاسم بس ده اد فيرتاي كود. عشان تقدر يبقى عندك انوتيشن اسمها فيرتاي كود هتعمل ايه؟ هتكريت انترفيس public at interface وتدي له ايه اسم الانوتيشن بتاعتك. كده انت ايه كريت الفيرتاي كود، تمام. هنعمل جواها حاجتين اللي هي الفاليو والمسج، انهم بقى اللي هم دول فاليو ومسج، تمام. اذا دول مش هيكون موجودين من ايه مع الفيرتاي كود، لان انا اصلا مهندلهم هنا فان في الانترفيس بتاعي، يعني هيكون بالشكل ده اد فيرتاي كود. جوه الفيرتاي كود انا حاطط بقى ايه الفاليو بتاعتي والمسج. جميل، لغايه دلوقتي جميل، مفيش مشكله. عملت انترفيس قبليها ات فيرتاي كود، لغايه الايه السطر ده لوحده كده انا كريت انوتيشن، تمام. جواها الفاليو والمسج، الفاليو اللي هي ايه الفاليو بتاعتي والمسج، المسج عاوز اعرضها. جميل،
كده لما اروح احطها بحطها بالشكل ده ادفرتاي كود. واحد يقول لي طب انا عاوز اعملها كده، هقول لك دي ليها طريقه ثانيه عشان تحط انت الفاليو هنا والمسج هنا، دي ليها طريقه ثانيه، لكن خلينا في الطريقه بتاعتنا. تمام تمام اول حاجه عندنا حاجه اسمها ريتينشن، تمام عندنا حاجه اسمها الايه الران تايم. اللاين ده معناه ان الانوتيشن ديت بتشتغل اول ما اعمل ران تايم، دي معلومه عاديه خالص واكيد انت عارفها، ان الانوتيشن اي انوتيشن بتستخدمها في الجافا اول ما تعمل ران في الران تايم الكومبايلر بيعملها ايه ترانسليت ويشوف هي بتعمل ايه، فديت معلومه عاديه خالص. التارجت بتاعنا برضو حاجه بسيطه جدا، بقول له انا عاوز احطها فين، فبقول له هنا عاوز احطها على الفيلد اللي هو الاتريبيوت بتاعي عادي جدا، وممكن احطها على الميثود برضو دي سهله. تمام اخر واحد الكونسترينت، ركزوا بقى معايا الكونسترينت جواه اتريبيوت اسمه فاليديتد باي. تمام فاليديتد باي ايه؟ كود فاليديتور. كود فاليديتور ده هو ده الكلاس اللي هنبدا بقى نهندل فيه الدنيا بتاعنا. يعني بقول له الانوتيشن ديت اللي هي ات انترفيس فيرتاي كود الفاليو بتاعتها اهي والمسج اهي، تمام عشان بقى اقدر اهندل بقى البيزنس لوجيك بتاعت الفيرتاي كود بديله ايه الكونسترين، اد كونسترين فاليديتد باي كود فاليديتور. كود فاليديتور ده هو ده الكلاس اللي هيبدا بقى ياخد الايه الفاليو بتاعتي يتشيك عليها، والله لو اتنين هيرجع لي ترو، طب لو مش الكلمه بتاعتي هيرجع لي فولس. مفيش مشكله، اتمنى تكون واضحه. تاني اول لاين احنا قلنا عشان الانوتيشن بقول له بيتنفذ اول ما تعمل ران تايم. تمام التارجت احطها فين، عاوز احطها فين في الاتريبيوت اللي هو الفيلد والميثود، على الاتريبيوت والميثود مفيش مشكله. الكونسترين، الكونسترين ده هو اللي هيبدا ياخد مني الفاليو بتاعتي اللي يوزر هيدخلها ويبدا يشوف هل هي فعلا بتساوي ديت ولا لا، لو بيساويها هترجع ترو، ما بيساويهاش هترجع ايه فولز. تمام مفيش مشكله. الفيرتاج الكود فاليديتور ديت ده الكلاس احنا هنعمله بنفسنا، هنشوف دلوقتي هنعمله ازاي، ركزوا معايا. تمام ده الكلاس بتاع الكود فاليديتور اللي هو ايه اللي هو ده كود فاليديتور. جميل تمام اول حاجه في الكود فاليديتور بعمل امبلمنت لحاجه اسمها كونسترين فاليديتور وبديله الانوتيشن بتاعتي وبديله ايه سترنج، السترنج ده اللي هو الفاليو بتاعتي، والفيرتاي كود اللي هو ايه فيرتاي كود باخد اوبجكت من ايه من الانترفيس بتاعي او من ايه من الانوتيشن بتاعتي. جميل جميل وحطيتها اهي. تمام عملت سترنج، سترنج ماي كود، عملنا اتريبيوت عادي اسمه سترنج ماي كود. تمام اول حاجه اول ما تعمل امبلمنت بيعمل ايه اوفررايد لتو ميثود، بابليك فويد انيشاليز وبابليك بوليان از فاليد. تمام انيشاليز من اسمها انها بتعمل انيشاليزيشن للكود، ازاي انا باخد هنا الفيرتاي كود اللي هو اوبجكت من الانوتيشن بتاعتي اهي بحطها هنا اهو، والماي كود اللي انا ايه عرفته فوق بسويها بالكود بتاعي دوت فاليو. يعني انا اول حاجه هنا عملت ده السترنج بتاعي اللي هو ماي كود. تمام عملت انيشاليز، اول ما اعمل ران او استخدم الانوتيشن بيروح يجيب الاوبجكت بتاعت الفيرتاي كود اللي هو ده، تمام يجيب منها الفاليو اهو كود دوت فاليو اهي كود دوت فاليو، تمام اللي هي كود فيرتاي كود دوت فاليو، تمام اللي هي ايه القيمه ديت، واحطها فين، واحطها في الماي كود بتاعي. فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. تاني ده كلاس اسمه كود فاليديتور اللي احنا هندلناه هنا فاليديتد باي، تمام وهنا بديله بعمل له امبلمنت من كونسترين فاليديتور بديله فيرتاي كود اللي هي الانوتيشن بتاعتي وسترنج. تمام بعرف الكود بتاعي، بعرف سترنج عشان اخد الكود اللي هو موجود فين اللي هو موجود في الفيرتاي كود. جميل بعمل ديت اوفررايد ميثود طبعا موجوده في الانترفيس اللي هو كونسترينت فاليديتور. تمام بجيب بديله بارامتر او اتريبيوت فيرتاي كود اللي هو اوبجكت من ايه من الانترفيس بتاعي اللي هو الانوتيشن، تمام وباخد الكود اقول له كود دوت فاليو، الكود دوت فاليو اللي هي الفاليو ديت. تمام بيجيب لي ايه ديت، بخزنها فين، ركزوا معايا بخزنها فين في الماي كود بتاعي في السترنج كده، السترنج في الكود اللي موجود فين اللي موجود هنا اللي هو ايه بلس 02. جميل خلاص خلصناها. نخش بقى ايه على البوليان از فاليد، بياخد تو بارامتر سترنج كود تمام واوبجكت من حاجه اسمها كونسترين فاليديتور كونتكست، ده اللي بيساعدك عشان تقدر تعمل فاليديشن. تمام تمام
اول حاجه عملت بوليان ريزلت، تمام، بقول له والله لو الكود بتاعي نوت ايكوال نال، يعني الكود اللي جاي لي من اليوزر اللي كتبه في الفرونت اللي هو في صفحات الجي اس بي، والله لو مش ايكوال نال اتاكد لي، لو هو مش ايكوال نال هتخش هنا. لو الكود اللي اليوزر مدخله فعلا بيبدا بالماي كود بتاعي اللي احنا خدناه من الفيرتاي كود، اذا هيرجع ايه؟ طبعا الفانكشن دي بترجع ترو، تمام؟ هترجع لي ترو. طب مش بيبدا بيها هيرجع فولس، تمام. لو هو ايكوال نال هيرجع ايه؟ ريزلت ايكوال ترو. طبعا المفروض هيكون برضو ريزلت ايكوال فولس، دي فولس يا جماعه مش ترو، تمام. وفي الاخر هيرجع ايه؟ ريزلت. عموما اللاين ده هنشوفه واحنا شغالين، تمام؟ مفيش مشكله. هعمل ايه؟ ريتيل للريزلت. بس انا عاوزك تكون فاهم الفكره. عملنا كود فاليديتور اللي هندبناه هناك هنا اهو، تمام؟ وخدت الكود، تمام، عن طريق الفانكشن اسمها انشلايز. طبعا دي بتتنفذ اول ما استخدم الانتش بتاعتي، بتروح تجيب لي الكود اللي موجوده في الفيرتاي كود اللي هو ديت. بخزنها فين؟ بخزنها هنا. جميل جميل. هنا public boolean is valid، تمام، دي فانكشن عملتها اوفر رايد برده من الانترفيس ده، تمام. بعدين بتشيك على الكود بتاعي اللي واخده من ايه؟ من اليوزر. لو نوت ايكوال نال بخش اتاكد ان فعلا بيبدا بالايه؟ بالماي كود بتاعي اللي موجود هنا، تمام. بحطه في الايه؟ في الريزلت بتاعت اللي هي البوليان. والله لو ستارت ويز فعلا هيرجع ايه؟ ترو. مش ستارت ويز هيرجع فولس. وايلس ار اس ايكوال ترو، وبرجع ايه؟ الريزلت في الاخر، تمام. تمام كده احنا ايه؟ عملنا الايه؟ عملنا الانوتيشن بتاعتنا، ما فيش اي مشكله وكل حاجه تمام، وشرحنا السلايدز بتاعتنا. نبدا بقى ان شاء الله من المره الجايه نشوف ازاي هنبدا نشتغل على الانوتيشن بتاعتنا. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في حاجه مش واضحه او حاجه مش مفهومه او حاجه ما عرفتش اوصلها لك، تواصل معايا نخش زوم نرد شويه. اتمنى الفيديو يكون مفيد. هسيب لك لينك فيسبوك تحت في الديسكربشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.